تتعلق بفيروس كورونا حول العالم، وكمان عندنا بعض الأخبار تتعلق بالصفقات في أوروبا تحديدا. فخلينا نبتدي بوزارة الرياضة واللي بتدعم جيش مصر الأبيض على بوابات استاد القاهرة، وزي ما حضراتكم شايفين الصورة كده، يعني هم كاتبين أو حاطين صورة للممرضين والأطباء، وكاتبين كمان بعض العبارات يعني اللي هي احمي نفسك احمي بلدك شكرا جيش مصر الأبيض. ودي لفتة جيدة جدا جدا، طبعا اللفتة دي موجودة على استاد القاهرة الدولي أكبر استادات في مصر، وده أمر غاية في الأهمية، وأكيد كل التحية كل التحية والتقدير طبعا ده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمسؤولين كمان عن استاد القاهرة وبعض النجوم الرياضيين يعني. فكل التحية وكل الشكر والدعم لجيش مصر الأبيض على المجهود الكبير والعظيم اللي بيقوموا بيه في محاربة فيروس كورونا. هم في الصفوف الأمامية في هذه الحرب، فهم اللي بيستقبلوا كل شيء سواء سلبي أو إيجابي، فربنا يا رب يوفقهم في مواجهة هذا الفيروس وهذا العدو اللي على العالم كله يعني في الحقيقة. وإن شاء الله بإذن الله خلال فترة قادمة بإذن الله ما تكونش كبيرة يقدروا إن هم ينجحوا في هذه الحرب الشرسة والقوية.